أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين، آمين. باب الحيض أيام كنا حجرني حديث كلب بقول إيوه أفراد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، وهي أيضاً مستحاضة معه بعض نسائه، وهي أيضا مستحاضة ليك شوبان أي قبطو مستحاضة وحال إرادة دم الفساد نوال إرادة ناكت عادة ذي ذا ليك هدو انتي عن وقت جيس ان لقارن كهر او يمادو اما ليك وقت جيس مركو يمادا كبعد او يمادو ايا وحال ارادة مستحاضو ناكتا وحاك يمادا سيداد به سدح او ديقود مد وحويان ليجي عادي اها حيد يا لو مغعاوا ايدو انا جرا انا قبن ايا وي ماذا ليجا سي حوقي سي وحويان انت مركو ويمادو صلاتنا مدوكن كرتو صون ما سومي كرتو صلاتنا ما سو قضيه سو سون كان ويسو قضيه سا وحالا من ايكاس نفاسكا ناكتا مركا يدشو ليكا كايمان ايو صلاتنا ما دوكو نيسو ما نسومي سو ننكيدنا امتيك كرتو إذن سيدا سوكالي تويان ومركا إذن إذو عافمات قبطو أي إيمان ليغاز وحاكالي دايا ناكتا كيمادا دم اشتحاضة ليغو اشتحاضة لدهايو وحالوغو مغعابا دم الفساد نوالي رادا دم الاستحاضة والإرادة حقون كيسا وحول ميديا هاي كاذيقو كليتا ويان هذي ناكتا اوكا صوبحو ليغاس صلاة دا مجو جنيسو صونك مجو جنيسو وانا والا فوري كرا اي مسايد كنا ويقلي كرتا ليجي عادي هاي ما حكون كيسا مدك او هوري او كريتا لما مدى مركا ناجا نبي صلى الله عليه وسلم قار كمدة مساجد كوي الاعتكاف جيرين ايدو ليجي او دم الفساد غبطو دم الفساد كاسي markay aragto masaajidka wal iska gali kara laakin digi oo caadiga aha masaajidka ma soo gali karto masaajidka maxay la xushmaas leeyahay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam haweenkiisi qaar ka mid ah ayaa itikaaf masaajidka isla wada galeen qaar kaasna iigo dhig shuban qabaan af soomaaliga dhig shuban la dhahaa
أف عربيجنا استحاضة يا لرادة أما مستحاضة ويان ترى الدم ليك يا أركيسي مركا عافمات كوي ماذا وحكوي ماذا جرس كوي ماذا دم الاستحاضة فربما وحال أركايي وضعت تستباف إن الدكتور تحت أستاذي من الدم ليك درتيد مسايد كي كإلالي نيسا ليكي لمسايد كحشمس لي هاي إن لبئي إلا مربو وسخ لو مربو كادي لو مربو عندوف لو مربو قحوة لو مربو وسخ لو مربو دم بواي وحيلا النبي صلى الله عليه وسلم وقت جيز نين أور البادي أو كادي سيلو قيلي ودارك واسو مرني مركب بافا إليك جرين لكن هذا هو الهور مري هذا ناكتا هذي أو ديك دلم أو ديكي كلتا يقضوا اعتكاف كرتا بس هذي الكقار قد هذا ناك إنمنا لو سميي واعتكاف كرتا هذي أي ربان بس هو أن ديكي كإيمان وحيالو هذا وحي كشتان وأن لبكينين وعلى قادنا مركا دم الاستحاضها دم حيثكو كليتا لما ميدا مسايدك ولا قلي كرا لكن ليك للمضى ليك أو حيثك الإرادو مسو قلي كرتو مساجدك إلى ما أبو الحيدة قجرنا هذه أذيك ليك أسكو إيماننا أما حاسكا هو يذابا ولا شادا يسو إيمانا ولو شيغا مرك حديثك اللبا بقول إيشان مروي عن أم عطية رضي الله عنها قالت وحيتري كنا وحان أهين أنك هوينك يادي أنهي ننها كوين نقل الريبو أن نحد إن إسبساسنو وأنك تكنو قرحة على ميت قفلنتي فوق ثلاث سدح وحيك كبضن سدح مالموت سدح بينوت إن قرح ذا أنك تقنو قف أو لنتي ترتدي مثلا آب هذا لنتي ويل كذا لنتي ولال كذا لنتي قرح ذا لن يتكتقي سدح مالموت ولا أقل يهي ومروك سنتهي لكن وحي سدح أو كبضن حرام ويان معنى حدادك وحال إرادة ترك الزينة زينة إن لقتوه قرحة إن لقتوه إلا على زوج ننموي إلا على أجل زوج ننموي أربعة أشهر نحد أن ونحد وأن إسبساس جرني أو قرحة كتيك جرني أربعة أشهر أفر مع الموت يو عشرا يو أفر بلود يو عشرا طبعا هل أيا وحالو أقول يا هاي أفر بلود يو طبعا هبينود إنه معناه عن إسبساسي سون عن إسبساسي نو أو عن كتقنو قرح عن كتقنو لكن أضوغا هو يدادا ولا شادا أذير كاغا إلمهاغا سدح وحكبادا لما أقولو أفر بلود إيو طبن معنى مالموت أيالو أقول يهي هذي ناك نين كدنتو وآي كتكتو قرح ذي كتكتو وآي كتكيسا كوشي كتكي برفونكا كت أي كتكيسا لر أو قرح سن أي كتكيسا وهي الفربطن أي كتكي نين كحقي سواي درتو مرقان نين إيه ناك حقوق اسكول ليهين أو مهم آه وكدوان إهلا ذا دمان لكن ناكتا هذه أي تهي من أور له إذا أفر بلود لو مفيرنا يو إذا وحال لو فيرنا انتي أي كدش سغال بلود أي جرتا أي كو جرتا مركا أوركي أي كو سيدا ننكا كدنتي لبا ما هبينك بعدي ويدشي عدد إذا ويقويزا بشي كوات
uurkeeda waaye ninkaa ka dhintay sagaal beelood ayay sugaysaa. Waxaa isku xiran yahay uurkeeda, isku xiran yahay ilaa ay ka dhashay ku xiran tahay. Qur-aanka Ilaahay wuxuu ku leeyahay wa'uulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna, iyaga waxa waaye uurka inay dejiyaan keliya. Amaa kuwii uurka aanan lahayn 4 bilood iyo 10 habeenood weeyaan. Hadda waxaa la tilmaamaa marka waxyaabihii oo macnaa quraxdii ay ka tegeysa wax ka mid ah nabiga istilmaamaa sallallahu alayhi wasalam, walaa naktaxila, inaanan kuulanin. Macnaa waxaa nagala reebi jiray inaan kuulano kuusho indhaha. Haddii naagta oo nin ka dhinto ama ma loo ogoleen inay kuulato, walaana tadayaba, inay udgoomino, waanoo la diidi jiray barafuun, catar, waxa udgaayo waanoo la diidi jiray. Walaa nalbasa, inaanan labisanin thawban, maro masbuuqan, la ranjiyeeyey, marooyinka dhaldhalaalaayo inaan qaadano waa nagala reebi jiray. Yaa reeba? Nabiga sallallahu alayhi wasalam, nabigaa naga reebi jiray. Marka ilaa thawba casbin, mara oo duuduub ah mooye. Marooyinka waxaa jiray marka duntiisi intaanan la samaynin ayaa ranji la gelinaa, kabacdi ayaa la samaynaa, kaas waa loo ogolaay. Laakiin markii la sameeyey kabacdi, markii la ranjiyeeyo oo isha qabanayo, waa la diidi jiray markaa. Laakiin meesha wax waajib la yiraahdo dhar cad inay qaadato ma jiro. Culammadeenna ama dhaqankeena waxaa arki jiray naagta markii oo laga dhinto dhar caday qaadanaysaa, mara caday qaadanay, shaash caday qaadanaysaa, waajib maa. Haddii qaadatana looma diidaayo, laakiin waajib maa. Waajib waxaa ah maradii isha qabanayso. Macayla, hadda xadiidka Bukhaariga wuxuu sheegaa ilaa thawba casbin, mara oo duuduub oranji la geliyay hooska qabana, macnaa dunta intaan la samaynin ayaa waxaa la gelinaa ranji. Marka waa lagala kasaa. Waxaa jira marooyin oo qofka naagta markay qaadato oo isha soo qaada oo soo macnaa soo jiidanayo, iyo waxaa jirtaa kuwa aan isha soo jiidanayn, waa lagala kasaa. Marooyin iska caadi ah oo isha aan soo jiidanaynin oo lagu gadaayo jikada iyo meelahaas, kaas waa la ogolyahay. Amaa maracad in la qaato waajib maa. Waqad rukhisa, waa la rukhseeyey lanaa annaga cinda duhri, markaan dahaara qaadanayno agtiis, waxaa loona nukhseeyey ida iqtasalad, hadday qubaysato ixdaana midayada min maxiidihaa, dhiiggeeda markaa oo ay ka qubaysato, fii nubdatin, qidcatin, gabal, min kusdi adfaarin, macnaa udgoon oo magacaas la yiraahdo kustu adfaar ayaga kasi jireen. Waxaa la ogolaaday xagga oo barafuunka ama cadarka ama waxyaalaha udgoomayo markay qubaysato oo dhiiggii ay ka dhaqato, dhiigga meeshiisa suuf inay soo qaadato ama gabal calan inay soo qaadato, oo waxa weeyaan udgoon inay mariso halkaasi ay raaciso, aa loo ogolaay. Kaasna waxa weeye daruura ahaan, nadaafada ahaan. Marka maxallu shaahidku waxa weeyaan dhar oo nuuray lama ogolo. Waxaa kaleeta loo ogolaaday catarka
marka ois nadiifiso meeshaas inay raaciso dhiiga ah wa kunnaa waxaanu ahayn nunhaa kuwo nagala reebo naagihii nabiga iyo asxaabta naagahood an itibaaci aljanaa'izi janaazooyinka inaan raacno ilaa janaasada in la raaco sunna weeyaan janaasada in la raaco sunna waay nimankaa loo ogolyahay inay raacaan laakiin naaga inay raacaan looma ogolo xadiidka kaleete riwaayadiisii waxay ay tilmaamaysaa walam yucsam calaynaa annaga dusheenna managa waajib lagama dhigin haddiin raacnane wax dembi weyn aan la imaadi maaha laakiin in oo la raacin ayaanu la fari jiri maxaa yeele ayaga ma isceli karaan dulqaad ma leh sidaa daraaddeedii ha ku ekaadan guriga wixii guriga ka dambeeya waxaa raacayaan raggaa raacayaan markaa xadiidka 206 marwiyun can caaishata radia allahu canha qaalat anna imra'ata naag sa'alat innabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga ay weydiisay can quslihaa sidaa u qabaysa laheyd min almaxiidi ilaa nabiga ayaa jideeyaha isaga waaye markaasay weydiisay aniga marka dhiigga aan ka dhaqanayo macnaha sideen u qubaysanaa fa amarahaa wuxuu faray kayfa sidii taqtasilu ay qubaysanayso qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam hudii qaado firsatan macnaha gabal min miskin cadarka oo miskiga la yiraahdo waa udgoonka ugu qiimaha badan waqtigii carabta marka ay haddaba waa jiraa miskiga qaado fatadahari isku dahir bihaa isaga isku dahir macnaha waa noocii hadda aan sheegayni qofta markii oo ay dhiigga ay ka dhaqato dhiigga haddii ay asaay ay saaran tahay haddii ayan saarneyn labadaba waxaa loo ogol yahay in macnaha markay mayrato ay qubaysato suuf inay soo qaadato misriga xoogaa inay ku soo darsato meeshaasi ay ku cubto ama halkaas ay raaciso markaasi nabiga fatadahiri bihaa cadkaasi oo gabalka suuf ama gabalka gooj isku dahiri fatadahiri bihaa qaalad waxay tiri kayfa atadaharu sidee isku dahirinaa meelahaas meelaha laga xishoonayo waay markaasaas yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi tadaharii biha isku dahiriyaas yidhi faafahin ayaa jadiidlan yahay oo hoos inuu galo nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha laga xishoonayo afka in lagu ballaariya maaha qaalad waxay tiri kayfa sidee nabigu marka wejigaas ka dabooli subxaana allahi tadaharyaas yidhi ilaaha xumaada ka fogaas yidhi macnaa isdahir yaa siri caaisha waa fahmtay marka waxay tiri fajtadabtuhaa waan soo jiidi xoogan ku soo jiidi gabadhii ilaya aniga xaggaygan usoo jiidi anaa ku fasiraa ina ay tiri fa qaalad waxay tiri tatabbacii ra'si bihaa goodkii athara dami meesha oo dhiigga markii oo adiga aad ka dhaqatid goodka kabacdi soo qaado meeshaasi raaci sheegii miskiga ahaa raaci macnaha arrintaas nabiga waa ka xishoonaya waxaa meeshaa laga qaadanaa markaa inoo habka laysku nadiifinayo haweenka isku nadiifinayaan dhiigga markayga dhaqdaan waxaa kaleeda ayaa laga qaadanaa inoo waxyaabaha laga xishoonayo inoo afka magaciisa lagu ballaarinin inoo meelahaas lagu sheegin ardayga arda ka mid ahna haddii wax isfahmo oo ninka caalimka ku xishoonayo asaga in isu fasiro dhexdoodii ayaa laga rabaa waxyaalaha afkuma lagu ballaarinaya haddaa maxaa yeeli kaas hataa xishood waay xadiidka 207 marwiyun can caaishata radia allahu canha qaalat
وعندير أهللت وانسو حرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحنسو حرتي يتري إهلال كأسل كيسو حالنا رفع الصوت بالتلبية مرك اللي حرنا يو وحد ليه هاي لبيك حجة لبيك عمرة لبيك حجة وعمرة كرة لوق هذا عدك لكن نية انت لك نية سنة قلبك إنما الأعمال بالنيات لكن واحد لو دواقع أو نبيك الناس كدواقع لبيك توا كدواقع لبيك حجة لبيك عمرة حجة الوداع مع سلامين توا واحد كي وقدم به نبيك صلى الله عليه وسلم نبيك أيان لسوحرتي أي تري فكنت وحانها ممن تمتع ذاتكي معنا تمتع ليمد أو سوحرتي ولم يسق الهدية حولنا أنسو كحيسنين أي حولي سو كحيسنين مدينة كسو كحيس جرين مركا هدي مسوق هذا النيتري مركا حجك صدح نوع يا لو حرتا صدح دون ويبانانتهي نبي كان الشيخ صلى الله عليه وسلم واركي دون عديد قوسو صعدا قفكي ربنا وعزري إفراد الإيمان قفكي ربنا تمتع الإيمان قفكي ربنا قارن قران الإيمان ما حد كلي أي مرك إفراد كا وحوي أشهر الحج كا بلا وحج كا وحويان شوال ذو القعدة ذو الحج كا طبعا كذا تضبط المعلومات تضبط كاس معلومات حج كا تحرنيس حجك مركز لميستد يا عمرة الإيمانيسة وحالة دا إفراد وحكالات يا ليرادة يا جرتا تمتع فتحت عائشة إلى ذهين أشهر الحجك أو سيدة حذيب بلودة لحذيب يا عمرة سمينيسة عمرة دي مركز لميستد وراحي سني وحكس توحي أو كو بنانين يا بنان اسكو نغنا كبعدي عياد الإيماني سيحجي وحال لها تمتع قارن وحال إرادة مركة حجك عمره دي اسكدرتد أيا وحال إرادة معنى قارن هل مريض ثميني سا مركة قارن كا يتمتع دم إيا لغا روا ديك لكن إفراد كا لغا مربو محال إرادة ديك لغا مربو شافعي إذا يقوح إليهن إفراد كأي فضل بضن معي للنبي أي سمي إمام أحمد يا إما ذكرت وحيلين تمتع يا غير بضن محيالي ليك نواد بحنيسة لما عمل أو كالقول نواد لتمد فالزعمد وحي شاقتي مركا عايشة وحي كمدة يددك تمتع سوحرتي فالزعمد وحي شاقتي أنا إذا حاضت إنا أي ليك ويمد ليك ويمد إذا حجك كجرت واي ولم تظهر ظاهر ما ينغن حتى أنت دخلت أي كسو كشي ليلة عرفة بشي عرفة معنا هبينك إذي وذو الحجة هبينك سقالات واي إلا ما أنت سقالات عرفة يا الاستاقة إلا هبينك أسلق قارو ليجي وأجوجي مركيدا، فقالت وحيدير يا رسول الله، رسولك إله، هذه ليلة عرفة، فقالت وحيدير يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، عاو حويان، هبينك عرفوا وهبينك سجالات، وإنما كنت أنيق وحنها. تمتعت بعمرة عمرة أيام كسورة حيستي معنى عمرة زعرتي وتمتعا إيجا جاهلي أجر الحج إن عمرة للسمايو دم يسلاها نبي دقنك أسنو كباب إيناي فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حوير مركا عرفوا جمراتو يصفى بين الصفا والمرة لصعده انت سئلن
ظهار لو ما شرديو وها كلي ظهار لو شرديا ضوافك مركا نبي وحور ان قضي راسك ماذا هذا فرفر وعمر دي معناه جوجي وامتشطي شن ليسو وامسكي كجوك عن عمرتك عمر هذا كجوك عمر دي جوجي اسلايم وفعلت وان سميه تيري عمر ذا كجوك مركا هذه عمر ذا اي كجوكتو ما حي نقضي مركا حج كما يهور مرسني وكبعد عمر ذا الايماني اما عمر ذا اي لحقي لسي حجكي اي ماذا مد سياسو فهمي منين وحسو فهمي قارن اي نقطي ويدحكي شي كاسانا لو بدنيه قولنا وعيليهن حج كي يهور مرساتي كبعديا عمره إلا تمد لكن حالو بدنيه قارن اي نقطي قارن محالة لها عمره دي إلا دحكي ليو حج كي لدحكي ليو ويدري وان سمي فلما قضيت الحج حج كي مركان دميشتي مركوا حوغا أرنتي وحيلا نغتي هل عمل كليه إلا تيمد عمر ذي أولا نحكي ليه حجكي فأيتيري مركا دادكي حجي عمره أي اللي تنغونا يان أني كان حج كليه وكل حجيرو عمر ذي اللي نغونا مركا نبي صلى الله عليه وسلم حودهي ولال كيدا سامري وحاسري جي يا سيري أحا معنى أدنى الحل ماشى هو لقى سوحرت ماشى ولو إلى أن إذا كلا جاد ما بيع كرتوا وحال روا إن أي محرم أو راعوا أمره وحوفر عبد الرحمن ورال كذا أو بن أبي بكر إذا نه عايشة بنت أبي بكر واي ليلة الحزبة هبينكي أو ليلة الحزبة وأفرق طبنات كواي وذو الحج وامرك حجك سودا ماضو عوري فأمرني وإيقسو عمر سيئي من التنعيم مسجد عائشة نوالي رادة معروف وإنك حجك تقي وماشا أوغو ير أوغو دو لقسو أو مقعيز لقسو حرتو عمر ذا أما حجك مكان عمرتي عمر ذا بدل كذا التي نسكتو أنا أنسو حرتي لكن إذا وكأنس هاي معايا الحج عمره اسكو دحجره يا حلمر اسميس هذا لكن قوني اهان قلبي قادي وسوقو سافي قويلا اي نبي صلى الله عليه وسلم وعور تقع سيري محالي رادا تنعيم عبد الرحمن هو الرأسي ولا الكادي الى محرم على ربا لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم واسو حرتي مركعه مركا ماشا وحالك فهمة هذه قفتة او ديك ويمادو ضوافك موية انت كليت اعمال او حجك ولو اقول ياهي انا يسميس ايدو عادة قبطو حديثك هذا ماشا وحوشيقة يوم عرفة لكن حديثك كليت ايا شيقة يوم التروية نساهاي ما ننتي سديدات أيام معنا أنت النبي أصفري النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال أبو بقول يا سيدات عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري خرجنا وأنبحنا موافين أنغو وافقينه لهلال ذي الحجة ذي الحجة بشيذي معنى بشي ذي الحجة يا نحقلني أدلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحجة مركي دلتي نبي حويري من أحب نكي جعلاده أن يهل إنو حرته بعمرة عمره فليهلل أحرته معناه وتمتع واي بشي أو ذو الحجة هذه ربدي ذو حد حرة نيسا عمره
عمره مركز دميسيت كبعد حد كان ايمانيسا تمتع واي قفكي ربنه هاي اسكو لحضره قفكي ربنه حد كان هرمريو وعرف فاني اني لولا اني اهديت هدي هدي ان سوقاد حول ان سوقادنين لاللت بعمره عمره الحر لا يسير النبي صلى الله عليه وسلم واتمني ازاي مركز النبي ما حساهاي قارن ساي وعاس ودي حول اس ودي اول غورعاي الين قارن كاي عمر ايو معنا التمتع على بدا وحاله غربا لكن اني ما دام وانا هي قارن وحويا ان عمر الحير لا يسير اذنك حرت سري عمره فالا بعضهم قار بعضهم قار كودي وحي حرتين بعمره عمره واهل وحي حرتين بعضهم غار كودا بحج حجة حرتين وجد ذا غيارة لسي قفكي ربنا حجة سخور مرسلا قفكي ربنا وحا قفكي ربنا وحو حرنا عمرة حرنا قفكي ربنا اسكو درا وكنت أنيقا وحانا هاي يتيري أنا أنيقا حديثك عائشة وضتها ممن دد أيان كميدة هاي أهل حرتي بعمرة عمر حرتي أنا متمتع أنا هاي تري فأدركني يوم عرفة وحاي السوها ليلي ما أنت عرفات أنا يقول مركا وأنا حائض أنا يقول مركا ليك غبا وحديث كي هورس لمدي هاي ليك ويمد مركا واحدة فشكوت وأن أدعوذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان أدعوذي وحيدري أنيقا ليقا يودعي يوم عرفنا واكنا محان سمينا فقالوا حوداي نبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك عمرتك معنا عمرت هذا جوجي عمرت هذا جوجي وانقضي رأسك ماذا حانا فرفر ناقا وحلو ماذا حانا حرتان فرفر أسير مقا وامتشي طيشا ليس واهلي حرو بحج حج حر سير النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت وان سميه تري حتى اذا كان ليله الحصبه الى لقى جارو مالتي او هبينكي حصبه ليله الحصبه ليله الابضح وطمن افراد او ذو الحجه وعجك هذا ماذي مرك أرسل معي وحاسي وسو وحاسي ودري أني قال لجير كي أخي ولال كي عبد الرحمن ابن أبي بكر ولال واي محرم واي فخرجت إلى التنعيم تنعيما آذي إلى المركز السحرنا عمره وحلق ربا مال أو حرم كان أهين كبحسن إن تكسو حرتت فأللت وأن سحرتي بعمرة عمرة سحرتي مكان عمرتي عمرتي إذا بدل كيدي عمرتي أي تحقي لسي حجك ولم يكن ما أهان حجك في شيء شيء من ذلك هدي هد ما أهان ولا صوم صوم ولا صدقة صدقة إذا مليني سواي محيالي ولا قربة قفك هدو قارن أو يهي أما متمدع ياهي وحالك ربا هدي أما الصون أما صدق على ربا الناس بعيو بل نبي صلى الله عليه وسلم وحسو أمرني إن الله نبي صلى الله عليه وسلم أسكي قورعي محلير هذا هوين كيس مركا وحالك غادنا حديثك كي هورو كريت ويان قفت هذه عاد وجوكتو إنه لو أقولي هاي عماشا لمانو حجكينا إلى تيمادو لكن لو ما أقول إنه ضواف ذكيلية محيالي الضواف بمنزلة الصلاة صلاة وكالية ويان حديث كاللو بقول يستقال عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة الناك قالت وحيتري
atajzi ma ku filan yahay ixsalaadaha ixdaana middeenna salaadaha salaadeeda idaa dahura daarda ay noqoto macnaha haddii naagta oo annaga naga mid ah dhiigu yimaado oo dhiiggii ay ka dhaqato salaada ma soo celinaysaa ma soo qalahaysaa naaga waxay weydiisay caaisha faqaalat caaisha markaasay tiri axaruuriyatun anti an adiga xaruuriyad maa tahay xaruuriya maxaa waaye waxa weeyaan wasummuu bilxaruuriyati nisbatun ilaa xaruura wahiya albalad aladii ijtamaca alkhawaariju fiiha awala amrihim khawaarijta meeshii ugu magaaladii ay ku kulmeen ayaa xaruura la dhihi jiray ayaga markaa khawaarijta dad muslimiin oo mutashadidiin ay ahaayeen waxay dhihi jireen haddii mathalan oo naagta dhiigu yimaado dhiiggii ay ka dhaqato salaada way soo qalahaysaa markaasa caaisha ay tiri adiga xaruuriya maa tahay qolada khawaarijta maad ka mid tahay fikirto maa qabtaa oo ah salaada haddii oo ay ka tagto la soo celinayo faqaalad waxay tiri xaruuriyatun anti markaasay u sheegtay caaisha kunnaa waxaanu ahayn naxiidugtii oo xeed uu yimaado maca annabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga maciisi waqtigii nabiga sala allahu alayh wasalam falaa ya'murunaa nama fari jirin nabiga sala allahu alayh wasalam bihi bilqadaa salaada inaan soo qallayna nama fari jirin laakiin soonka waana fari jirin nabiga sala allahu alayh wasalam oo qaalad waxay tiri caaisha falaa nafcalu ma samayn jirin macnaa naagta haddii caad u timaado waxaa waajib ah soonka keliya inay soo qadayso laakiin salaada lagama rabo waxaale diinteenna xaraj ma leh wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin macnaa bil kasta ila naagtan waxaa u imaana caado salaad soo duka hadii la dhaho dhibaato ayay leedahay markaa marka waxaa ma soo qallayn jirin marka waxay tiri annaga ma soo qallayn jirin waqtigii nabiga sala allahu alayh wasalam salaadihii naga tagtay ma samayn jirin xadiidka 210 marwiyun can ummi salamata radia allahu canha qaalat umu salama waxay tiri xitu wa ana maca annabiy sala allahu alayh wasalam caada iyo dhiig ayaa yimid nabiga la jirkiisa fi lkhamiilati umu salamana waxay ka mid tahay xaasaskii nabiga sala allahu alayh wasalam fi lkhamiila go' dhexdeeda anigoo ku jiro yaa dhiiggii yimid ilaa dhiigga waqtigii oo ilaahay doonas imaanaa subax habeen galab waqtigii ilaahay subxaana wa tacaala doona anigoo markaa nabiga la seexday go' isla wada dhex jirno ayaa macnaa ii yimid caadii ay timid fansalarto waan kasoo sii miyay tiri ilaa naagta dhiigadii qabtalo ma galmoo karo mala jimaaci karo laakiin waa soo sheegnay in la taataaba karo inta uu dhexayso xudunta iyo waxa weeyaan jilbaha weliba mar inay qaadato weeyaan go' ama hoos gundi ama gorgorad waan kasoo sii miyay tiri fa kharajtu waan soo baxay minaa xaggeedaan kasoo baxay go'ii isla huwaniin ayaan kasoo baxay ay tiri fa akhadtu waxaan soo qaatay siyaaba xiidatii dhiiggeyga dharkiisi dhiiga markii dhiigga yimaado dharaa jira oo goona u qaadi jirtay marka falabistuhaa waan soo labistay marka dhiigga marka caada u timaado dhar goona ay qabti oo macnaa hadiis dhiigga oo isku dhaco aan dhib ahayn ilan kuwaas waxaa loogu talagalay haddii najaas is noqdo taa dhibman ilan dhiigga najaas waay faqaala lii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi annufisti caada miyaa kuu timida siri ilaa xaaskiisa waa kasaa oo maxaad iga tagtay dhiig maa kuu yimid oo caadidiima kuu timid qultu waxaan ereyay tiri umu salama
نعم ها فدعاني وإييري مركي أنيق أن سوقاتي لركي فأدخلني وحوشو قيلي معه أساق لجير كيسا في الخامنة دو قوي مركي ناك تادا هدي أو هوس إكا قادة تو هوس قنتي أما قرقرت أما مرا إكا قادة تو واسل السيحة كرتين انت قرنا ولو أقول يهي جلبها وحكوهوسين ولو أقول يهي إنا تكون رايحي ستيت وحلو ديد دن يهي إنا معنى أد ناكتي أتكتت أد ما أد قلموتي دي لغو ديد دن يهي كليا لكن واد تا تابا كرتا ولو أقول يهي إلا ناك تاواي مركا باب الحيد أم كجرنا حقوق وحاكم دا باب الحيد إنا معنى قفت هذا aad taa taaba kartid laakiin waa ina go'ay soo qaadataa xadiidka 211 marwiyun an ummi atiya radiyallahu anha qalat ummi atiya waxay tiri samaytu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu asagoo leh yakhrujul awatiqu kuwa timaha loo reebay way soo baxayaan عواتق وحالا دا جمع عاتق وهي الأنثى أول ما تبلغ مركيسو قان قارتو فود ليه دي جرين سوامالي دا وحاوية وحا تنتا ايا لو دي جرين أما عربتنا وحي سمين جرين تنتا ايا وسمين جرين تمحا لو ريب جرين عواتق دا كواسي وقبلها قشانتك او مركز سو قان قارين ويسو بحايان عيد يا لغا هدلي دونا وذوات الخدور كو حجاب كو ساحبة خدور نحوية ناغها قبلها مركي واي قان قاران اي وين اذان قوريغا ميل كميد او قودر اه اي قول له سمين هل كاساي كو استور نانجرين كو اسمو اي صوب حاينا سيري مركا عيد او لغارو او العواتق اما وحويري كوا او معنا تمها لو ريباي ذوات الخدور وحجابك وساباي وي صبحايان والحيض كوا ديق قبان وي صبحايان سيري وليشهدنا كسوقيب قالين الخير خير كسوقيب قالين ما كان وحو اهان جيري وقت النبي صلى الله عليه وسلم سنده عيدها صلاه الاستغفار رب دونكا iyo salaadaha oo bil madowaadka iyo dayax madowaadka meel banana la tigi jiray wa sida hadda oo loo tago meelahaasay oo macna laga baxo magaalada Nairobi waa jirta inta waa jirta Etobi meel badan ayaa jira waa ay sameeyeen musalla la dhaha meelahaas ay ka soo qayb galaan sir kulli gabdhaha yar yarka kuwa dhiiga qaban maxalu shaahidku waxa weeyaan naagaha dhiiga qaban way imaanayaan meeshaas oo salaad lagu dukanayo laakiin maxay sameynayaan way i'tazilu al-huyyad kuwa oo caadada qaban oo dhiiga qaban waxay ka fogaanayaan al-musalla meesha lagu dukanayo meesha lagu dukanayo imaanayaan laakiin meel ka baxsan ay tagaayaan khayrka iyo ducada iyo barakada ay ayagana ka soo qayb galaayaan qiila laha waxaa loo yiri أم عطية الحيض ناك هنيك غوان ما ماشى أو حيمانا يان أو سلاد لو قدو كنايو إذا وياب سنتا دت كان وياب سنين محيلي مساجد كا إيمالا لو قدو كناي ناك هنيك غوان مي مانجرين مركز يتر الحيض كوا نيك غوان مي مالا لو قدو كناي مانا يان فقالت وحيتر أم عطية أليس تشهد عرفة سو عرفة بإذا نيك غبت مكغيب جليس وكذا وكذا معنا صفي مرة سو مكقب جليس جمراتك سو مكقب جليس ما لها سلبة ما تكتو ايه ماشي انا محاول ديدا انا يتكتا يتري ويتكي كرتا لكن كلي وحالو ديدا نيهاي ماشي لو قدوكنا يا يالو ديدا نيهاي بركا ماشي وحالو قفا يا لغا غادنا ناغها او عادة قبان مساجد كان لو ما اقلو انا يمادين ان المساجد كحوش مسليه وعكالات ايان لو اقلين حتى مالها لو دو كنايو انا كغيب غلان لكن بنانكيس وي تغاين دعوده وي كغيب غلايان اوراده وي كغيب غلايان ماشي سي خير كسعود وي كغيب غلايان والله سبحانه وتعالى اعلم.